والله إني لحزين. فبدل أن نعلم الناس الوضوء والصلاة والزكاة والأحكام التي هم في أمس الحاجة إليها، وجدنا أنفسنا من حيث ندري أو لا ندري، من حيث نريد أو لا نريد، نعالج هذه المشاكل. والله ما نفرح بذلك، ولا نفرح أن يكون آل الإسلام وآل التدين يقاتل يحارب بعضهم بعضا، أو يبين بعضهم فساد بعض على الإذاعات وعلى الفضائيات. كان يمكن أن نتراسل ويمكن أن نتلاقى في أمكنة لا تظهر للناس، لأن الناس سيسقطون هؤلاء وهؤلاء، ويرمى هذا بهذا وهذا بهذا. لكن ماذا نفعل مع إخوان لنا بغوا علينا؟ سكت العلماء وسكت طلبة العلم دهرا طويلا، لعلهم يرتدعون، لعلهم يرجعون. لا ينزلون شيخا من مشايخهم عن علامة، أقل شيء في مشايخهم، أقل رتبة، أن يقولوا عنه علامة. ومشايخنا لا يصلون إلى كلمة شيخ، وما وجدوا يعني مناسبة في لقاءات ولا في كتابة إلا التحذير وإلا التشويه وإلا الإسقاط. ما هذا؟ وهم قصورهم من زجاج، لا يعرفون معنى كلمة علامة، لضربوا ألف حساب قبل أن يعني يضفوها على بعض المشايخ. لما مسألة هذه فيها تاء المبالغة، هذه مش تاء التانيت، هذه تاء المبالغة، تاء المبالغة كما يقول العلماء.